أيوة في حكم هيحكم على والده. أيوة يعني بغاية الاحترام طبعا. آه طبعا والقدر يعني يحكم بس بأدب. تحكم عليه بأدب. قلت لي هتعلمه تيك توك. في تيك توك كده متداول. هنعمل كده وبتاع وجودة. لا 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 خالص بالعكس، ده انا جايب لك حاجة سهلة جدا وانت كمان يعني قلد لك سمير غنم. لا لا طيب احنا في احنا هنعمل تيك توك مع بعض. ماشي اوكي ماشي. هات موبايل. بعد اذنك حمد معلش. برضو من العيلة يعني. موبايل مش غريب يعني. فرجهوله الاول. ايوه ايوه انا بدور عليه بس. تعال نخش على الكونتاكت بتاعت عمك نشوف مين. شوفوا شوفوا مكلم مين. شوفوا مكلم مين. خد اسمع. هو يسمع ولا شوف؟ لا ما هو حافظها. انا في اللوكيشن هو مفيش حد خالص. لا انا مش حبيبك، انا حبيبك. سبوت. ده فيلم بحبك وانا كمان حبيبك. سبوت سمير سبوت. اشرح له هيعمل ايه هو دلوقتي. هو اللي هيعمل دي. لا يا حبيبي خليك انت سبوت. لا ما ينفعش. بعد اذنك ما ينفعش. انا امثل دوري. لا انت تمثل حاجه. انا امثل دوري. لا لا هو اللي بيحكم. لا لا هو في محكوم بيختار الحكم. لا 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 ماشي. رأيك في المفاجأة دي؟ ماشي؟ ماشي. أيوة حبيبتي انت فين؟ أنا في اللوكيشن هو مفيش حد خالص. لا أنا مش حبيبتي. أنا حبيبك. سبوت. انا في اللوكيشن هو مفيش حد خالص. لا انا مش حبيبك، انا حبيبك. سبوت. عبد الوهاب موهبته معروفه. موهبته معروفه والله. انت اللي عيني زنقني. لازم امثله اعمله ده يعني. بص نقالي ايه هو يعني برضو بينتقل يعني. طبعا ده بطولتي الفيلم ده. انت ناسي ولا ايه؟ ده كان في الفيلم ده. ده كان فيلم ده قد كده. اكيد وانت بتنسي الفيلم مع الكتكوت صغير كنت تعرفش انه الايام هتلف. وكان هو وكان معاد ويغني. كان في مره طفل صغير بالجيتار كده وده. كنت بشرب يعني. بس بصراحه فقره التيك توك مصطفى قمر اخذ فيها 10 من 10. يستاهل الصراحه. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات ما تخليش حاجة تفوتك.